البداية يعني حابب أبدأ من النقطة اللي دايما هي اللي بتحركنا في انطلاق وهي رؤيتنا أو طموحنا إن احنا نبقى جزء من نجاح ريادة الأعمال في مصر ونكون مركز للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا. الفكرة بيهايند الريبورت جت من بدايتنا كانطلاق نفسها. احنا يعني احنا الكو فاوندرز والتيم لقينا إن في فرصة كبيرة جدا في سوق أو قطاع ريادة الأعمال في مصر. احنا في مصر تعدد السكان بتاعنا 104 مليون، منهم 60 مليون من الشباب، وأملنا دايما ان الشباب هم اللي يكونوا بيقودوا الاقتصاد في مصر،